السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لي جورنال ديال المير. اليوم ان شاء الله الوصفة تاعنا كما راكم تشوفوا خبز محشي بالكفتة والفرماج، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وغادي تعجبكم ان شاء الله. ورجعوا لي الخبر، نمروا للمقادير. J'aurai besoin de 1 cuillère à café pour chaque épice nommée: curcuma, paprika, gingembre, coriandre moulu. Si vous en avez pas, vous pouvez la remplacer par un bouquet de coriandre fraîche, cumin et un peu de sel. On va commencer la recette. Bismillah. في المقلاة راني درت شويه تاع الزيت ودرت البصل، غادي نخلي حتى يتقلى يتدبل مليح يكون كولور، ومن بعد باش نزيد الكفته. دروك غادي نزيد الثوم، نقلبه غير واحد شويه. بسم الله. غادي نزيد الكفته، غادي نقصها في الغاز. بسم الله. بسم الله. دروك غادي نزيد العطريه الزيتيس، فوالا الكفتة راهي واجدة. دروك واش غادي ندير، غادي نطفي عليها ونخليها على جهة تبرد ونروحو نوجدو العجينة. العجينة خاصنا بوغ لاباط اون بيزوان 800 غرام تاع فارينة، 800 غرام دو فارين، مغرف صغيرة تاع ملح، اون كويار تي دو سال، ومغرف كبيرة تاع خمارة الخبز، اون كويارا سوب دو ليفور بولونجور، اي بيان سور لو بوغ اماسي لا بات، الما دافي باش نجمعو العجينة. بسم الله. نبداو. هذا وين كملت من العنج، كيما راكم تشوفوا هذا هو القوام تاعها، لازم تكون شوية مطاطية وما تلصقش بزاف في اليد. فوالا لا تيكستور دو لا بات كون دوا اوبتينيغ، ا دوات اتر سوبل ليجير اي بو كولونت او دوا. دروك غادي اش غادي ندير، غادي نخليها ترتاح واحد 30 دقيقة. بسم الله. من بعد اللي خمرت العجينة دروك غادي نقطعها لكويرات صغار. انا غادي نستمر كيما هكا حتى نكمل معاهم ونعاود نولي لكم ان شاء الله. بسم الله. انا ديت واحد عجينه وغير بشويه تاع الزيت غادي نحلها.
راني درت الطاجين يحمى ندير الكفته في الوسط شويه تاع فرماج سيون نبلعوها مليح باش ما تخرج لناش الحشوه غادي نخليها على جهه ترتاح شويه ونعاود نقول لكم الزوجه انا غادي نستمر كيما هكا حتى نكمل كاع العجينه اللي عندي ونعاود لكم ان شاء الله بسم الله راني بديت بالاولى غادي نحلها غير واحد شويه وغادي نديرها في الطاجين راني دايرتها على نار متوسطة فوالا نخليها واحد 3-4 مينوت ونعاود نقلبها من الجهة الأخرى بسم الله هذا هو اللون اللي لازم تحصلوا عليه درك غادي نحركها غير واحد شوية نخليها هي بغيت نقول لكم باللي انا الطاجين اللي حطيته باش يحمى مره الاولى درت فيه رشيته غير شويه تاع زيت سي تي اسي باسكو نوبلي با كل الكفته ديجا فيها الشحم فيها الكرام وبهذاك الكرام نطيبوا الخبز تاعنا Pour 800 g de farine et 500 g de viande hachée, ça m'a donné 17 morceaux. Et c'est à vous de décider de les faire plus petits ou plus grands. Alors, je vais vous couper un pour voir qu'est-ce que ça donne à l'intérieur. Je vais vous couper un pour voir qu'est-ce que ça donne à l'intérieur. Inch'Allah, t'as joué. Bismillah, on va vous couper un. Voilà, je vais vous couper un. Donc, les gars, ma fille hache l'algina. بسم الله ولا تقطعها
le fromage. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. غادي ندينا مرسو، بسم الله ندوقها. تبارك الله، جات فيها واحد البنه ما شاء الله. نخليكم مع هذه الصوره، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.